Oh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم كان الحديث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين طبعاً في مسألة القيود وليس الأجزاء الخارجية، القيود اللي سماها القيد الذهني اللي هو انه ان ان تكون الصلاة متصفة بهذا الوصف لا انه جزء من أجزاء الصلاة مثل الركوع والسجود وقسم القيود إلى قسمين قسم يكون منشأه أمرا خارجيا مثل الطهارة التي يكون منشاها الوضوء والغسل والتيمم. وقسم لا هي متقومه بذات الامر المشروط. فقال انه نحن اخترنا في الاجزاء العاديه اخترنا البراءه. هنا في القسم الاول ايضا نختار البراءه. الكلام في القسم الثاني حيث اننا نختار البراءه ايضا ولكن قد يقال فيه بالاحتياط. منشا الاحتياط دليل الاحتياط ما هو؟ انه في الخارج لا يوجد عندنا شيء اللي هو قدر متيقن ويكون عندنا شيء مشكوك وانما يدور حال الامتثال بين الوجود والعدم ان جاء بالمطلوب فقد اوجد كل الامتثال اذا ما جاء به فلم يمتثل شيئا وبالتالي لان القيد متقوم بالمقيد المشكوك ولا ينفك عنه ولا ينفصل عنه فالامر يدور مدار المتباينين وليس مدار الاقل والاكثر وهو مجرى الاحتياط كيف مدار المتباينين؟ لانه في الخارج ليس عندنا رقبه اللي هو الكلي ويكون هو المقدار المتيقن وجزء زائد وهو الايمان لانه في الخارج اما رقبه مؤمنه واما رقبه كافره او غير مؤمنه وبالتالي الدوران بين المتباينين وذكر ان بعض العلماء مع انه مع انه ذهب في نفس المحقق القمي يرى البراءه عموما ولكن في هذا المورد اختار الاحتياط وايد كلام العلامه رحمه الله ودفع الإشكال عن كلام العلامة. العلامة استدل بقاعدة الاشتغال، جاء الاعتراض عليه أن كلامنا أنه هل يوجد اشتغال أو لا، نحن نشك بالاشتغال. أين هو الاشتغال؟ هل الاشتغال متيقن؟ الاشتغال غير متيقن. هنا المحقق رحمه الله دافع عن العلامة وردَّ هذا الاعتراض وهذا الاشكال رده بما تقدم انه مردد بين كانه بين المتباينين وليس هناك قدر متيقن يكون هو الـ 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 مثل التسعه مثل الاجزاء التسعه اللي كنا نمثل بها مرارا والجزء العاشر يكون هو المشكوك وهنا فعلا عندنا تكليف بالعتق هو فرض المساله انه عندنا تكليف بالعتق فهذا التكليف بالعتق موجود ثابت معلوم واشك انه مع عدم هذا القيد الداخلي مع هذه الـ الـ الوصف هذه القيد الذهني انه مع عدمه يحصل الامتثال ويسقط عن الذمه او لا؟ قال نبني على الاحتياط، هذا ما تقدم. الان المصنف اعلى الله مقامه يعترض على هذا الكلام باعتراضين. يجيب عن هذا الرد بجوابين. عندما يقول هذا ولكن الانصاف هذا جواب ثم في السطر الثالث قبل الاخير يقول مع ان ما ذكر. الجواب الاول الجواب الاول يقول لو تنزلنا وقبلنا وجود الاختلاف بين القسم الاول وبين القسم الثاني من القيود انه القسم الاول هو الذي يكون منشؤه امرا خارجيا كالوضوء الذي يوجد الطهاره التي هي قيد مشكوك هذا القسم الاول القسم الثاني الذي يكون متقوم لو قبلنا انهما بهذا الشكل مختلفان بهذا الاختلاف نقول ان هذا الاختلاف المدعى ليس منشا لاختلاف حكمهما هذا الفرق لو قبلناه فهو ليس بفرق فارق ليس بمؤثر ليس له دور لماذا لان المنشا للاحتياط والمنشا للبراءه المعيار والضابطه التي على اساسها نقول بالاحتياط على اساسها نقول بالبراءه ليست هي انه علته خارجيه او ليست خارجيه متقوم بشيء خارجي او متقوم بشيء داخلي ليس المعيار للقول لي بالاحتياط والبراءه هو كون السبب خارجيا فنقول بالبراءه أنه الشرط متقوم بالشيء المشكوك أنه هل هو مشروط أو لا نقول بالاحتياط أدلة الاحتياط وأدلة البراءة غير ناظرة لهذا الفرق ولا علاقة لها بهذه المسألة بهذا الجانب بهذه الزاوية وإنما أدلة البراءة العقلية والنقلية عموما لاحظت جهة أخرى زاوية أخرى ضابطة أخرى جعلتها هي المعيار للبراءة وهذه الضابطة موجودة فيهما في القسمين بلا فرقين على سبيل المثال على سبيل المثال شخص شرطي يحرس مكانا المسؤول عن هذا الشرطي يقول له اذا دخل لص الى المكان فانت مكلف باعتقاله فدخل لص وكان اللص رجلا فهو مكلف باعتقاله طيب في مورد اخر دخل لص وكان اللص امراه هنا نقول لانه يوجد اختلاف اللص الاول ذكر اللص الثاني انثى فاذا لا يعتقل اللص الثاني لانه يوجد اختلاف بين الموردين فحكمهما مختلف الجواب كلا الاختلاف من هذه الجهه من جهه الجنس ان هذا انسان ذكر او هذا انسان انثى هذا لا يؤثر في موقفه القانوني لان المنشا المبرر السبب الجهه التي اوجبت الاعتقال هو الاعتداء والسرقه وهذه موجوده في الاول كما موجوده في الثاني بلا فرقين اذن ليس كلما وجد فرق بين موردين من جهه من الجهات كان حكمهما مختلفا المهم انه من الجهة التي سببت الحكم هل يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف فيما نحن فيه لو تنزلنا وقبلنا الاختلاف بين القسمين من القيود قلنا أنه أحدهما من شأه خارجي هذا من متقوم بذات الأمر المشكوك مع قبولنا لهذا الأمر لو قبلنا هذا الأمر هذا الاختلاف غير مؤثر لأن الجهة التي سببت البراءة، الأساس الذي على أساسه حكمنا بالبراءة، لا علاقة له بهذا التفريق، وإنما هو موجود فيهما معا. ما هو هذا الأساس الذي هو موجود فيهما معا؟ هو الكلفة الزائدة. أن هناك زيادة. أن هناك شيء قد يجب فعله زائدا، وقد لا يجب فعله. وعندنا انه الزائد منفي الزائد المشكوك منفي الكلفه الزائده منفيه الخصوصيات الزائده هل هي مطلوبه او غير مطلوبه؟ اذا شككنا فيها فهي منفيه هذا الامر موجود في في الطهاره التي منشأها الوضوء اللي جعلتموها القسم الاول فهنا نقول انه يجب عليه الصلاه، صلاه الميت مثلا ولكن هل يتطهر او لا التطهر كلفه زائده طلب اضافي خصوصيه اضافيه فهي من فيه في القسم الثاني اللي هو متقوم به اللي هو ان تكون الرقبه مؤمنه هاي كلفه اضافيه خصوصيه اضافيه مشكوكه نقول المولى يريدها او لا يريدها نبني على انه لا يريدها نبني على انه لا يعاقب على تركها فهذا المنشأ، هذا المحور، هذا المناط، هذا السبب، هذه الأرضية موجودة فيهما معا بلا فرق، أما أنهما مختلفان من جهة أخرى فذلك الاختلاف لو سلم فهو لا أثر له، هذا هو الجواب الأول. قال: هذا ولكن الإنصاف عدم خلو المذكور، الكلام المذكور، الرد المذكور، الدفاع المذكور. اللي هو كلام المحقق اللي ايد العلامه ودفع الاشكال عن العلامه هذا ولكن الانصاف عدم خلو الكلام المذكور عن النظر فانه لا باس فانه لا باس بنفي القيود المشكوكه وهذه قيود مشكوكه سواء كانت جزءا خارجيا اللي هو كنا نتكلم عنه جزءا ذهنيا متقوما بامر خارج اللي هو مثل الطهاره متقوم بالوضوء جزءا ذهنيا اللي هنا يعني جزء ذهني عن القيود متقوم بنفس الامر المشكوك بلا فرق هناك شيء اضافي هناك قيد اضافي هناك خصوصه خصوصيه اضافيه هل المولى يريد هذه الخصوصيه الاضافيه او لا يريد هذه الخصوصيه الاضافيه اذا شككنا انه يريدها يريدها يعني شرعها اذا شككنا يريدها او لا يريدها نبني على انه لا يريدها ولا يعاقب على تركها فانه لا باس بنفي القيود المشكوكه للمامور به هذا اللي هو الصلاه وامثاله كيف ننفيه بادله البراءه من العقل والنقل لماذا ننفيه في كل هذه الموارد الجزئيه الخارجيه الجزئيه الذهنيه المتقومه بالامر الخارجي والجزئيه الذهنيه المتقومه بنفس الامر المشكوك لأن المنشأ واحد وهو موجود فيها جميعا لأن المنفي فيها جميعا في كل هذه الأقسام هو الإلزام بما لا يعلم الكلفة بما لا يعلم التكليف بما لا يعلم هذا هو المنشأ هذا هو المناط هذا هو المعيار هذه هي الضابطة وهذه موجودة في الجزئية الخارجية في الطهاره وامثالها اللي متقومه بالوضوء اللي هو امر خارج، وفي الايمان المتقوم بنفس الامر المشكوك، بلا فرق من هذه الجهه لا فرق. اما انه مختلف من جهات اخرى فالاختلاف من جهات خارجيه اجنبيه لا تؤثر على المطلوب. ولا ريب في ان التكليف بالمقيد مشتمل على هذه الخصوصيه، فتنطبق عليه ادله البراءه. مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد زائد على ماذا؟ على أصل المطلوب اللي هو اعتق رقبة. ما في التكليف بالمطلق اللي هو أصل الرقبة. في الخارج في الخارج لا يوجد إلا معه، لا يوجد إلا فيه، لا متقوم به، خلي يكون متقوم به. لا يضر بالمطلب شيئا. وإن لم يزد حتى يعني وإن لم يزد المقيد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج لا بأس لا بأس ولكن من هذه الجهة لا فرق فيما نحن فيه إذا ليس من الصحيح أن نبحث عن أي فرق بين شيئين ونقول حكمهما مختلف لأنهما مختلفان من الجهة رقم عشرة من الجهة رقم خمسة عشر هذا لا يكفي يجب أن يكون الاختلاف من الجهة التي هي منشأ الحكم. فإذا أمرني والدي باحترام أهل العلم أهل المعرفة محترمون لأجل كونهم أهل العلم وأهل المعرفة. في أي مجال من مجالات العلوم العلم له احترام. فأنا أحترم أحد الأساتذة ولكن الاخر لا احترمه لماذا والله لانه ليس من طائفتي ليس لا يتكلم بلغتي ليس من قوميتي لونه مختلف هذه فوارق ولكن هل المنشا للاحترام كان هو النسبه الى الطائفه او اللغه او اللون أو العرق الجواب كلا النسبه الى العلم هي كانت المنشا وهذا المنشا موجودون فاذا كان هناك اختلاف من جهات اخرى لا يجب أن يؤثر في الحكم فيكون الحكم واحدا لاتحاد هذه الأمور في المنشأ ما نحن فيه المنشأ موجود وهو الكلفة الزائدة بس الكلفة الزائدة في الجزء الخارجي كالركوع والسجود والتشهد والاستعاذة وإلى وال... آخره أو كان قيدا اللي هو جزء ذهني من القسم الأول أو كان قيدا من القسم الثاني الكلفة موجودة زائده الكلفه الزائده مشكوكه فهي منفيه وهي مرفوعه هذا هو الجواب الاول ولا فرق عند التامل بين اتيان الرقبه الكافره واتيان الصلاه من دون وضوء كلاهما ترك للكلفه الزائده الرقبه الكافره الكلفه الزائده كان الايمان في الصلاه الكلفه الزائده هي الوضوء والاصول العقلية والنقلية نفت المقدار المشكوك الزائد اللي هو الايمان واللي هو الطهارة هذا هو الاشكال الاول الاشكال الثاني يقول هذا الفرق غير واقعي هذا فرق تخيلي لانه في الخارج الصلاة التي هي متصفة بانها عن طهاره هي مباينه للصلاه المتصفه انها لا عن طهاره فهذا مثل الرقبه المؤمنه والرقبه غير المؤمنه فاذا لا فرق بين المسالتين في الواقع اذا لاحظنا الذهن والانتزاع نقول عندنا كلي اسمه الصلاه وينقسم الى صلاه مع الطهاره وصلاة بلا طهارة كذلك إذا لاحظنا الذهن والانتزاع نقول عندنا كلي اسمه الرقبة تنقسم إلى مؤمنة وكافرة إذا لاحظنا الخارج أيضا كلها متباينة الصلاة بلا طهارة وغير الصلاة مع الطهارة فالتباين من جهة الخارج موجود في كلا القسمين والانقسام والاختلاف ووجود الكلي اللي هو اصل الرقبه هذا في الذهن موجود في كلا المثالين. فالاشكال الاول يقول لو قبلنا هذا الفرق بين القسمين فهذا الفرق ليس بفارق، لا يؤثر لانه ليس من الجهه التي سببت الحكم اللي هو الوراء وانما الجهه هي الكلفه الزائده وهي موجوده فيهما. هنا يقول اساسا هذا الفرق ما هو؟ تارة نلاحظ الذهن فهما متشابهان لأنه في الذهن عندنا رقبة كلية الرقبة وعندنا الرقبة المؤمنة تنقسم إلى الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة نلاحظ كلية الصلاة أيضا تنقسم إلى عن طهارة وبلا طهارة نلاحظ الخارج نجد تباين بين الصلاة عن طهارة والصلاة بلا طهارة وتباين بين الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة فأين الفرق بين الموردين؟ مع ان ما ذكر من تغاير منشا حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء واتحادهما المنشا في الرقبه المؤمنه ان هناك المنشا اجنبي وهنا المنشا داخلي وهو التقوم هذا كلام ظاهري يعني مجرد تصورات لا تنطبق على الواقع فان الصلاه حال الطهاره يعني اذا لاحظنا الصلاه الخارجيه هي بمنزلة الرقبة المؤمنة الخارجية في تباين بين الصلاة عن طهارة والصلاة بلا طهارة كما أنه تباين بين الرقبة المؤمنة والرقبة غير المؤمنة هذا الخارج في الذهن كلاهما قابل للانقسام بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كل منهما أمرا واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط في الخارج كلاهما من ال متباينين، ما راح يكون هناك فرق بينهما. طيب تقول انه كيف لا فرق بينهما؟ والحال ان الموجد للطهاره ليس هو الصلاه وانما هو الوضوء. هذا في القسم الاول. وفي القسم الثاني الموجد للايمان هو عين الرقبه. فاذا هناك فرق من هذه الجهه، كيف تقول انه لا فرق بينهما؟ يجيب المصنف اعلى الله مقامه. بأنه أحيانا يكون الشخص متطهرا أريد أن يصلي فعنده أمر بالطهارة عنده هو متطهر فإذا كان متطهرا هل هو الآن مأمور بالطهارة هل هو مأمور بالوضوء الجواب كلا ما مأمور بالوضوء فالطهارة قائمة به مثل الإيمان اللي قائم بالرقب فإذا أحيانا يطلب منه الفعل كمقدمه وهو الوضوء لايجاد الصفه وهي الطهاره لايجاد القيد وهو الطهاره. حتى تتحقق الصلاه عن طهاره احيانا هكذا. واحيانا لا ما يطلب منه اذا كان متطهرا فتكون الطهاره صفه صفه قائمه به مثل الايمان اللي هو صفه قائمه بالرقبه. هذا من جهة الطهارة. من جهة الايمان ايضا كذلك. يمكن ان يكون الايمان متوفرا يكون صفة قائمة بالرقبة. واحيانا يمكن تصور انه يطلب من المكلف ان يوجد هذا الامر، ان يوجد الايمان في الرقبة، يمكن نعم يمكن. اقرا العبارة واشرحها. واما وجوب ايجاد الوضوء مقدمة حتى يقال أن هذا فرق كيف تقول لا فرق والحال أن الوضوء واجب لإيجاد الطهارة لكي تتحقق الصلاة عن طهارة فإذا هي أمر أجنبي خارجي الوضوء أمر خارجي بينما في الإيمان هو أمر متقوم فإذا هناك فرق لماذا تقول لا فرق وأما وجوب إيجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد اللي هو الصلاة عن طهاره في الخارج يجيب عنه يقول ليس دائما هكذا فهو امر يتفق بالنسبه الى الفاقد للطهاره الفاقد للطهاره يؤمر بالوضوء ليحقق القيد وهو الطهاره اما اذا كان متطهرا فلا يؤمر بذلك وانما يراد منه التطهر اذا كانت اذا كانت الطهاره بمعنى انها حاله معنويه فهي قائمه به مثل الايمان قائم بالرقبه فاذا اذا ما كان الوصف موجودا يؤمر بايجاده اما اذا كان الوصف متحققا فلا يؤمر بايجاده لانه متحقق في نفسه وقائم به ولا حاجه لايجاده بامر خارجي وهو الوضوء والغسل والتيمم في الرقبه نفس الشيء بالنسبه الى الايمان ونظيره قد يتفق في الرقبه المؤمنه ايضا ان كان موجودا فلا يطلب اذا ما كان موجودا قد يطلب حيث انه قد قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها لتحصيل الايمان في الخارج فاذا كان نذر ان يعتق رقبه مؤمنه نفترض هكذا غير غير مسالتنا هذه مسالتنا الشك هنا نذر ان يعتق رقبه مؤمنه وكان هناك رقبه انسان مملوك يريد ان يعتق لوجه الله تعالى فيه اجر عظيم جدا هذا الشخص ما كان مؤمنا ولكنه ليس معاندا فيمكن ان يهديه الى الايمان ثم يعتقه فيحقق النذر قد يقال في بعض الموارد يجب ذلك. ايضا تكون الادله التي ياتي بها هي الموجبه لتحقيق الايمان مثل الوضوء الذي ياتي به الموجب لتحقيق الطهاره ويكون امرا خارجيا ففي كلا الموردين اذا ما كان الشيء ما كان الوصف سمر الطهاره مر الايمان ما كان متحققا قد يؤمر به. واذا كان موجودا لا يؤمر به. بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة الى الايمان مع التمكن، مع التمكن من ذلك قد يقال انه اذا امره المولى بعتق رقبة مؤمنة مامور بذلك هذا دخل في ذمته وهو يتمكن من جعل هذه الرقبة مؤمنة فقد يقال يجب عليه ذلك كيف يجعلها؟ بامور خارجية، بمقدمات خارجية بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الإيمان مع التمكن إذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب في العتق فهنا قد يقال أنه يجب إذا كان هناك رقبة مؤمنة وكافرة له أن يختار المؤمن إذا كان يستطيع أن يطعم ستين مسكين يطعم ستين. أما إذا انحصر الأمر بهذه الرقبة بالخصوص لا يوجد غيرها في الخارج ولا يبرئ ذمته إلا العتق هنا قد يقال إذا تتمكن مع التمكن إذا تتمكن من هدايتها حتى تحقق الموضوع اذهب حقق الموضوع كما يقال له إذا وجبت الطهارة للصلاة اذهب حقق الطهارة ما الفرق بينهما؟ وبالجملة فالأمر بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه أنه يذهب ويفعل شيء آخر إذا أمره بالطهارة لا ما ليس معناه دائما انه اذهب تطهر قد يكون هو متطهرا لا يقتضي بنفسه ايجاد امر زائد مغاير له في الوجود الخارجي بل اصلا المهم انه هذه الحصه ياتي بها على سبيل المثال شخص يقول للعامل عنده انه اليوم عندي ضيوف فنظف البيت اريد البيت نظيفا النظافه صفه للبيت. هسه النظافه تتحقق هي صفه للبيت قائمه بالبيت ولكن تتحقق بامر خارجي وهو التنظيف. اذا كان البيت نظيفا صفه متحقق ليس بالضروره كلما كان هناك قيد فيجب السعي لشيء قد يكون حاصلا وقد لا يكون حاصلا. بل قد يتفق وقد لا يتفق إذا ما كان موجود قد يؤمر به وإذا كان موجود لا يؤمر به وأما الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له إذا هما من جهة الوجود الذهني سواء ومن جهة الوجود الخارجي سواء أيضا هناك اختلافات ما من بعض الجهات أصلا غير مهم موجودة أو غير موجودة هنا لا تهمنا بعد أكثر من هذا ما نحتاج فالفرق بين الشروط فاسد جدا فالتحقيق هذا اللي قال في البداية في البداية هو قال وأما الثاني فالظاهر اتحاد حكمهما قاله بشكل سريع هنا قاله بعد التفصيل والاستدلال قال فالتحقيق ان حكم الشرطي بجميع اقسامه بعد لا فرق فيه اختلافات من جهات اخرى لا تهمنا اصلا لان المنشا في البراءه والاحتياط واحد فالتحقيق ان حكم الشرطي بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام الحقناه بالمتباينين حققنا انه جزء حققنا انه متباين هذا لا يؤثر فيما نحن فيه لان المعيار هو الكلفه الزائده وهنا عندنا في كل هذه الصور كلفه زائده وقد ثبت عقلا ونقلا ان الكلفه الزائده المشكوك ان المولى اوجبها او لم يوجبها نبني على انه لم يوجبها واما ما ذكره المحقق القمي رحمه الله فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءه والاحتياط هناك في باب البراءة والاحتياط التزم بالبراءة من اجراء البراءة حتى في المتباينين. اذا هنا تقول انهما من المتباينان فهما يجب فيهما الاحتياط. انت قلت شيخنا انه في المتباينين البراءة. فهذا الفرض الحقته بينت انه من المتباينين ثم ماذا؟ انت تقول في المتباينين البراءة. فضلا عن غيره من الاقسام. الاخرى ليكون يكون فيها الحال اوضح فراجع بقيه الحديث تاتي ان شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اه, آه, 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 آه أضحف في واجبي والنفس دوما لا يرجو سوى مولا فانعم وكرم